اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت فاكراني؟ شرفت بيك، شرفت بيك كتير والله، والله اتشرفت بيك كتير. الله يسعدك، ربنا يحفظك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. والله لو عارف، والله لو عارف بيسجلوا الحلقه دي ازاي لاسجلها، اكيد الفيديو ده هيبقى متسجل، لا هخليه مش همسحه. والله انت احلى حاجه النهارده حصلت لي، اقسم بالله كنت قاعده حزينه، فالحمد لله دخلتك بالدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب يا مريم، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا بتقابل مع ناس طيبين كده، واكون سبب في تغيير حياة انسان، دي احلى حاجة في حياتي يعني، او اجمل حاجة في الكون يعني كلها.